السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صادق الرزاق من قناة بلاك بيرد جيمر. رجعناكم يا شباب في فيديو جديد من لعبة ايت بول بول. في هذا الفيديو يا شباب مثل الموضوع في العنوان، لعبنا كم جيم في برلين وكان في ضربات حلوة ومهارات حلوة داخل الجيم. قبل ما ابدأ في الفيديو يا شباب، انا عم بيع كوينز وحاليا رخصت اسعاري ل 50% من الاسعار الكوينز اللي عم بيعون، يعني تقريبا صارت 400 مليون ب 10 دولار والمليار ب 20 دولار. هاي الصوره يا شباب قدامكم، راح تشوفوا الاسعار الكوينز والتواصل راح يكون على الرقم اللي موجود على الصوره عندكم. فيا شباب اللي حاب يشتري مني كوينز يتواصل معي على الرقم الموجود عندكم على الشاشه، لان تقريبا بعد رمضان راح ارجع اسعاري مثل ما كانت. وزيادة عن هيك يا شباب، في عندي 3 حسابات بلياردو، فيها تقريبا جميع العصايات، وفي هون كوينز. اول حساب فيه تقريبا 40 مليار، وثاني حساب فيه 60، وثالث حساب فيه 80 مليار. اذا حاب تستفسر اكثر عن الحسابات كمان تواصل معي على الرقم اللي كان بالصورة عندك على الشاشة. ويلا يا شباب ما راح نطول عليكم، خليكم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة.